برد الشتاء يطرق الأبواب، ومعه يفضل كثير من الجزائريين اقتناء ملابس جديدة خاصة بهذا الفصل. توافد كبير هذه الأيام على مختلف المحلات والفضاءات التجارية، تتعدد الأذواق ومعها تتعدد الأسعار بين معقول ومرتفع. دخلت شتوية شابة مليحة، وشني الأسعار صادق معطيها مع المول الحانوت في أمرانجمو 20-30-40 صادق مول الحانوت شعال ينجم يرونجك. موتو كان 450، كان 390، كل واحدة وسوم على حسب شابة تكون شابة تسوى، تكون ماشي شابة قل السومة. كاين لو شوا بصح لي لما ليهم لي باف سو بيرميتر، بصح واحد مسكين، واحد مسكين يربح 1,800,000 بار مو ما يقدرش. جا كل خير، يا تو سكيفو يا تو سكيفو، بصح سي با تو مود كيفاش بيرميتر. تسمى الأسعار اللي ماشي فوالا القلي مالي بس يبات عليا. هي الأسعار جد غالية جدا، رانا من العام الخورة وغير يزيد أختي، وكان غير تزيد 50,000 ولا 20,000، لا تزيد 200,000 800,000، فهمتي أختي؟ راهي غالية بزاف أختي. رحت أنا شفت ضرب داره صبت الحالة غير من 1.5 مليون طلع أختي، يعني الإنسان اللي يكون عنده دخل متوسط ما يقدرش يشري، فهمتي أختي؟ العديد من الباعة يقومون بتصريف المخزون المتبقي من السنة الماضية، وآخرون لم يجدوا صعوبة في الحصول على الملابس المستوردة بمختلف العلامات، لكن السعر يبقى أبرز المشاكل المطروحة. يعني بضاعة كاينة الحمد لله، وجديد كاين، والناس تجي تشري فرحانين، لي بري ريزونابل فوالا، كلش تاع لامبورطاسيون، بون الدنيا كاع راهي لامبورطاسيون، مي بيان الحمد لله، والله الحالة هانية، يجوا فرحانين يشروا علينا عاود يولوا. كاينة البضاعة ما شاء الله، كاينة البضاعة، كيكون إنسان كيكون مشتري حنا نزيدوا نتكوراجاو الحمد لله. رغم عرض غالبية المحلات ملابسها الشتوية من معاطف وأحذية، إلا أن الأسعار تبقى العائق الوحيد الذي يواجه المواطنين وخصوصا أصحاب الدخل البسيط، وسط تفضيل البعض اقتناء الملابس المصنعة محليا لأنها عادة ما تكون بأسعار أقل.